أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، لنرحب معا اليوم بضيفنا الأستاذ باسم بري من جيو هني. بداية أهلا وسهلا أستاذ باسم. أهلا فيك، وبتمنى تعرفنا شوي عنك وكيف كانت بداياتك مع جيو هني. أوكي، أول شيء بخبرك عن بدايتي بالإمارات. أنا طبعا اشتغلت بأكثر من 13 دولة حول العالم، لكن انتهيت بالأخير في دبي، وإلي في دبي مقيم حوالي 24 سنة. جيو هاني هي آخر شركاتي. أنا بالنسبة لي عندي مجموعة من الشركات. جيت الإمارات من حوالي 24 سنة، وحسيت أنه دبي هي المكان المناسب لكل أنواع الأعمال. عندي أعمال أخرى، لكن بحب أحكي أكثر شيء عن جيو هاني. جيو هاني عبارة عن شركة تعنى بتربية أنحال معينة. عندنا حوالي 120 منحل ب 44 دولة حول العالم. نحن مندرب النحل أنواع معينة، يعني special breed of bees، على أنه بيطلع النحل من نوع زهرة واحدة، وهذا النحل بيكون نحل علاجي بيعالج أمراض معينة. فعندنا نحل أو عسل للجلد، للكلى، للأمعاء إلى آخره. أستاذ باسم، ممكن تحكي لنا كم نوع الشركة بتقدم وشو فوائد الأنواع؟ عنا حوالي 300 نوع حاليا، بس نحن بالبلان عنا 800 نوع. أما شو الفوائد؟ فعسل الأحادي الزهرة بيختلف عن العسل متعدد الزهور اللي هو البول فلورور، إنه سبيسيفيك، يعني نحن منحدد بالضبط هذا العسل بفيد أي عضو من أعضاء الجسم. طبعا هي علاجات طبية طبيعية، علاجات طبية طبيعية خالية من أي مواد حافظة أو أي مواد مصنعة، من المنحل إلى الجار. ما شاء الله. أستاذ باسم، ممكن تحكي لنا عن الخطط المستقبلية لجيو هاني، وين بتشوفها بالسنوات القادمة؟ والله نحن بالأصل Global Pollination، يعني شركة تلقيح شجري. نحن مخرجاتنا حاليا العسل، بس نحن الهدف الأسمى عنا أنه بس نحط المنحل طبعا بأي مكان في العالم، هذا المكان بيتحول لجنجل، مثل الغابة صغيرة. فنحن حاليا موجودين ب 120 لوكيشن ب 44 دولة، والهدف الأسمى عنا نصل ل 5000 لوكيشن حول العالم ان شاء الله. بتمنى لكم الافضل. تسلم استاذ باسم. من خلال خبرتك الطويله في مجال البزنس، شو نصيحتك لاي مستثمر بيحب يستثمر بدبي والامارات بشكل عام؟ دبي لازم تفهم دبي انه جلوبال بزنس سيتي، يعني مدينه فيها كل العقول، فيها كل رؤوس الاموال. منا سهله ابدا بصراحة. لازم يكون عندك إبداع، لازم تثبت نفسك، تعرف أنت وين جاي. فما بعرف يعني النصائح كتيرة، بس تبدأ النصيحة من معرفة المدينة اللي أنت جاي عليها. رائع أستاذ باسم. نهاية بدنا نعرف كيف ساهمت حكومة الإمارات والأمن والأمان في الإمارات أنه يساعد الأستاذ باسم لينجح ويتطور للمدى اللي وصل حاليا. يعني دولة مثل الإمارات العربية نحن منحبها، منعتبرنا بلدنا، ويعني 120 خط ملاحي يومي، أكثر من 300 مدينة أو 360 مدينة حول العالم، لوجيستيك، دايركت فلايت، بنى تحتية، أمان، مصارف، بنوك، شركات تأمين، يعني كل المتطلبات اللي بتخليك تنجح بالأعمال. ما في أنتربرنور أو أي عصامي عنده أي حجة، لأنه البلد فيها كل شيء. بيبقى إبداعك بشغلك أنت كيف تستفاد من هالبنية التحتية. نهاية متشكرك كتير أستاذ باسم. بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع جيو هاني. jiohani.com بتلاقي، أو beaberry.com اللي هو الجروب of companies، فيها كل الكونتاكت ديتيلز، فيها كل المعلومات الإضافية. شكرا جزيلا أستاذ باسم. العفو، حياك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.